لكن الأكثر من كده أنا عارف آلام الشباب في الأسبوع الماضي من فكرة مرشح توافقي كل شوية. طبعا حد بيتكلمني، أنا عايز أقول لكم حاجة، البلاد العربية عملت لغاية دلوقتي 4 ثورات أو ثورات في 4 بلاد، مصر، ليبيا، تونس، اليمن، صح؟ سوريا ربنا يتمم بخير، خلاص ما خلصوش لسه. الثورات دي اتفرج كده على البلاد الأربعة، تلاقي تونس بتقول رئيس توافقي، اليمن رئيس توافقي، مصر رئيس توافقي، ليبيا بدأت فيها نبرة المجلس التوافقي الذي يحكم. الله، يبقى إذن فكرة رئيس توافقي أو مرشح توافقي مش فكرة نبت البيئة المصرية السياسية، لا، ده دي الخميرة الإقليمية اللي عشان يبتلع بيها نتائج الثورات كلها، دي الفكرة اللي ماشية. ولذلك النتيجة ايه؟ اديكوا شفتوا الراجل بتوع تونس بيشتم الاستاذ وجدي غنيم وبيتراجع عن كلمة الشريعة، او بيقول لا ما اطمنوا ما فيش شريعة ولا حاجة. وفي اليمن ممنوع حد يرشح نفسه اصلا غير عبد الرب ومنصور هادي، بس خلاص. والله ناقص تقول ايه؟ تقول صلى الله عليه وسلم، وتجد سبحان الله، استغفر الله العظيم والله، وتجد حاجة، الثقافة العالمية كلها اللي بيقولوا ديمقراطية وليبرالية وثقافة عالمية وعولمة و كل الثقافة العالمية مرشح تنافسي، بس عندكم انتوا لا، لازم يبقى توافقي. الله، طب التنافسي، طب امريكا فيه تنافسي بعد اذن سيادتك، وفرنسا فيها تنافسي، وانجلترا فيها تنافسي. شت، اخرس يا ولد، تنافسي ايه وبتاع ايه؟ تفكر نفسك بشر زيهم؟ توافقي يرضي الداخل ويرضي الخارج. يرضي الخارج؟ يرضي الخارج؟ ده كده احنا ما عندناش خصوم بقى، خلاص كل سنة طيب، الف مبروك. ما فيش، انت بترضي نفسك وترضي عدوك في نفس الوقت، ازاي؟ شفتها دي؟ ما عرفش فاهمها. عشان كده أنا قلت كلمة محددة وبكررها لحضراتكم، مرشح توافقي ده إمتى؟ لما تبقى لما يبقى التوافق بين فصائل سياسية حرة. إنما لما يبقى التوافق بين فصائل سياسية ومعها السلطة ومعها قوى الخارج، ده ما اسموش توافق، ده مش الأحزاب قعدت مع بعض تتفق، ده في حد لازم الشرط بتاعه إنه هو يرضي مثلا المجلس العسكري، إنه هو يرضي الناس الخارجيين، يبقى ده مش توافقي. توافقي لما يقعدوا الأحزاب بحريتهم ويتخذوا قرارا مع بعض. إنما ما دام في جهة سلطة مشترط إنها تبقى راضية وموافقة، يبقى ده مرشح تآمري وليس مرشح توافقي. ليه بقى؟ مين هو؟ انا معرفش. ما هو اعلن؟ ما اعلن؟ لا، ده دي تكهنات، ما اعلنش احسن، بس لان لو اعلن انا مش هقول كده، يعني لو اعلن مين هو مش هقول كده، خلاص اصبح غير لائق ان انا اقول كده. انما انا عايز اقول ان المرشح التوافقي هو من تتوافق عليه. يا أخي الكريم من فضلك، يعني خلاص، المرشح التوافقي هو من يتوافق عليه فصائل الشعب أو اتجاهات الشعب باختيارها، برضاها، بحريتها. إنما أما تقول لي توافقي بمعنى أنه يتوافق مع جهة سلطة، مع جهة ضاغطة، مع جهة خارجية وجهة داخلية، يبقى ده ما اسموش توافق، ده اسمه اشتراك في استرضاء، في المسارعة في إرضاء هذه الجهات. فده ليست توافقية، لا يمكن دي تكون توافقية، وإنما ستكون أمرا تآمريا ويناسب زي ما قلت لحضراتكم إيه؟ ما يرتب في البلاد العربية كلها.
الراجل بتاع تونس ده يبقى اتفرجوا هيعمل ايه في تونس، وبتاع اليمن وبتاع مش مفيش كده. عشان كده هي زي ما احنا كنا قلنا من زمان انها لحظة، يا تلحقها ويبقى شعب واقف على رجله وعامل كده. واحنا لوحدنا اللي عملنا ثورات، ما في حاجة اسمها الثورة الفرنسية، وقعدوا يعملوا ويعملوا 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 لحد ما وصل. وفي الثورة الروسية، وفي الثورة الإيرانية، وفي ما كل دي ثورات. وحتى الهند عملت ثورة، وحتى الثورات دي ما كانتش توصل في الآخر إلى هذا الوضع. يعني مثلا على سبيل المثال غاندي في الهند لما عمل ثورة جاب المسلمين قال لهم هنعمل إيه هناك، ما هو ما بتبقاش كده. عشان كده يا إخواني أنا أحذر في المرحلة القادمة من أن يتعمل عمل ويتسمى باسم تاني غير الاسم الحقيقي لهذا العمل. ما تسمليش التآمري، ما تسميهوش توافقي، إلا إذا خرجت منه جهات السلطة ساعتها يبقى توافقي. إنما فيه السلطة باطشة ما ينفعش يبقى الأمر كده. أنا عايز أقول لكم حاجة كمان، إنه أنا طبعا ما بيبقاش عندي فرصة، أنا مش بدي دروس في التاريخ مثلا، إنما فعلا اللي حصل لما تقرأ تفاصيل ما حدث مع العلماء وعمر مكرم وهم بيولوا بيشيلوا خرشة باشا ويولوا محمد علي، تجد إنه فعلا اللي حصل مع العلماء نوع من أنواع الهزهزة ومعلش وإزاي وكده، لحد ما اترفد شيخ الأزهر ساعتها عبد العزيز الشرقاوي، واتشرد عمر مكرم، واتبهدلت الدنيا، وخلاص أصبح ما فيش غير طريق واحد بس. عشان كده لا يهم لا فارق، ما فيش أي مشكلة. أنا مش عارف لا تستشعروا أي نوع من أنواع القلق من هذه النقطة أبدا إن شاء الله. النقطة بقى اللي عايز أطرحها في هذا السياق نفسه، فكرة الخطاب، ودي مش هقدر أفصلها قوي، الخطاب الذي يرضي النقيضين. يعني أنا أتكلم فتلاقي الاتنين اللي ضد بعض الاتنين مبسوطين من الكلام، يبقى في غلطة، في حاجة مش طبيعية. ليه؟ لأن دي صنعة لفظية. يعني أنا أتكلم يا سلام، ممكن يقول كلام هايل جدا، يعني ممكن اقول لك كلام هايل جدا ومش عارف ايه وكلنا حلوين ومع بعض وان شاء الله يا سلام. وبعدين الكلام ده عند اول تطبيق هتطبقه ازاي؟ انا قلت لك كلام بقى اللي عايز يروح يمين راضي واللي رايح يقول شمال راضي، بس انا اول ما هقوم يا اما هروح يمين يا اما هروح شمال. عند اول تنفيذ يا همشي كده يا همشي كده، همشي ازاي يعني؟ فبالتالي مسألة الخطاب او نوعية من يتكلمون بحيث يرضي النقيضين ده اخطر ما يكون. وانت عارف الحديث ان شر الناس ذو الوجهين، هو من ذو الوجهين، هو بيقول كلام يمشي. انا مش بقصد حد معين، انا بقصد ان ده مذهب، إنما الصواب إنه يحصل نوع من الإيضاح. عشان كده إحنا يا إخوانا الحقيقة الواحد بيبقى حزين من أن يسمع تلعب بالناس، وهذه النقطة اللي إحنا عايزين يعني نضعها في الوقت اللي جاي في الحسبان، إن إحنا نعرف نوزن الكلام كويس إن شاء الله.